بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضعوا المصاحف بين أيديكم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. ادعو بحاجتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تنسوا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجاه وسهل مخرجاه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اشفي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. ضعوا المصحف على رؤوسكم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك 10 مرات. بك يا الله، 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 بمحمد، 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 بمحمد صلى الله عليه وآله، بعلي، 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 بعلي،
بعلي عليه السلام بفاطمة 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 عليها السلام بالحسن 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 عليه السلام بالحسين 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 عليه السلام بعلي بن الحسين 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بجعفر بن محمد 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 عليه السلام بباب الحوائج موسى بن جعفر بموسى 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 بن جعفر عليه السلام بغريب الغرباء بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى
بعلي بن موسى، 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 بعلي بن موسى عليه السلام، بمحمد بن علي، 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 بمحمد بن علي عليه السلام، بعلي بن محمد، 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 بعلي بن محمد عليه السلام، بالحسن بن علي، 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 بالحسن بن علي عليه السلام، بالحجة 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 عليه السلام، سلوا حوائجكم فإنها مقضية إن شاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم فك أسرانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم وانصرنا على من ظلمنا نصرا عزيزا مؤزرا قريبا. لا تنسوا مولاي صاحب الزمان من الدعاء، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.